طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رح نبدأ الآن في شابتر 5، شابتر جديد بعنوان List, Tuples and Dictionaries. أوكي، هذا الشابتر هنتعلم فيه له النوع من أنواع من البيانات الجديدة، أنواع من الداتا الجديدة غير اللي تعلمناها في الشباتر السابقة. في الشباتر السابقة في شابتر 4 خصوصا تعلمنا 3 أنواع من البيانات. تعلمنا إيش؟ 3 أنواع من البيانات. تعلمنا 3 أنواع من البيانات واللي هي كانت الانتيجر والفلوتينج بوينت والسترينج. الآن راح نتكلم عن نوع جديد اسمه الليست والتيوبلز والديكشنري. الجزء الأول حنتكلم فيه عن الليست، وإن شاء الله في الجزء الثاني هنتكلم عن التيوبلز والديكشنريز. طيب، بسم الله، أول حاجة راح نتكلم عن الليست. إيش هي الليست؟ الليست كترجمة حرفية هي باللغة العربية معناتها القوائم. طيب، إيش فائدتها؟ إيش فكرتها؟ أول حاجة، لو أنا عندي برنامج وأبغى أخزن فيلو، ركز معي فكرة، لو أنا عندي برنامج وأبغى أخزن فيلو مجموعة من البيانات، مثلا أنا عندي أسماء طلاب وأرقامهم الجامعية، تمام، وأبغى أخزنها. مثلا لو أنا عندي 100 طالب، 500 طالب، أكثر من 500 طالب، يعني رقم جدا كبير، فهل من المعقول أني أخزن كل اسم في متغير؟ مثلا لو أنا مثلا عندي اسم علي الطالب الأول فأخزنه في X، وكان عندي الاسم الثاني صالح وأخزنه في Y، وكان عندي مثلا اسم خالد وخزنته في Z. فالموضوع جدا معقد وطويل وحيكون متعب بالنسبة لي كمبرمج. فعشان نحل المشكلة هذه، تمام، عندنا شيء اسمه list، تمام، نسوي قائمة، تمام، نحط فيها البيانات هذه الكبيرة. هذه القائمة أو المجموعة من البيانات توضع في مكان اسمه list زي ما قلنا. إذن نوع البيانات اللي حنتعرف عليه الآن اللي حندرسه هو اسمه list. أوكي، هنا في تعريف list، تمام، يعني تعريف بسيط، يقول لك an object ومن الكلام ذا تعريفه، الكلام نظرا ما حدقق فيه كثير، هذا شيء راجع لك أنت. طيب، تعال في شرح ليش كاتب العربي إيش هو list. إن شاء الله الكلام جدا واضح. list هو عنصر يستطيع أن يخزن مجموعة من العناصر. أوكي، عنصر يستطيع أن يخزن مجموعة من العناصر، وتعتبر سلسلة من البيانات، يعني إيش؟ sequence of data. هذا إيش ترجمة الكلام ذا؟ طيب، السؤال الثاني، إيش نوع البيانات اللي نقدر نخزنها في الليست في القائمة؟ الجواب أي عنصر، أي نوع تقدر تخزن فيه. إيش الداتا اللي أخذناها، تمام، إيش الداتا اللي أخذناها؟ أخذنا انتيجر، أخذنا فلوت، أخذنا سترينج، والآن أخذنا ليست. إذن الأنواع كلها اللي أخذتها اللي هي سترينج والداتا والفلوتينج بوينت، مثلا أنواع اللي نكتبها هنا، تمام، هنا أخذنا سترينج، صح، وأخذنا انتيجر العدد الصحيحة، وأخذنا الفلوتينج بوينت، والآن أخذنا الليست. طيب، السؤال اللي سألته، إيش الأنواع اللي نقدر نستخدمها في الليست؟ تمام، كل الأنواع اللي في بالك، سترينج، انتيجر، فلوت، حتى لو كان ليست نفسها أقدر أخزنها في ال اسمه ده الداتا اللي اسمها ليست. أوكي، طيب، نأتي الآن للستركشر. ما هو الشكل العام للليست؟ ما هو الشكل العام للليست؟ الليست، تمام، لازم يكون بين قوسين مربعة، تمام، وبين كل عنصر وعنصر حط فيه فاصلة كوما. يعني كمثال لو أنا عندي ليست كذا، أقول 1 بعدين كوما 2 بعدين كوما 3.5 كوما مثلا علي، تمام، هذا ليست. أوكي،
ايش الشكل العام للليست؟ اني احط القوسين المربعة هذه البداية واقفلها برضو، وبعدين بين كل عنصر وعنصر احط كومة فاصلة، واي شيء اخزن فيه ما يهمني، سواء كان رقم، سواء كان فلوتينج بوينت، سواء كان سترينج، ما في شيء. يعني مو شرط انها تكون من نوع واحد، عادي عادي في الليست اقدر احط اي نوع حتى لو كان ميكس. اوكي، هذا الكلام انا اقول لك ايش، مو شرط انها تكون هوميجينس، مو شرط انها تكون من نفس النوع. اوكي، مثال، جيت انا سميت ليست بحرف اسمه ال، اي حاجه ال تي اكس تي، اي حاجه تعلمنا كيف ايش نعرف متغيرات عندنا. بعد حطيت تساوي عشان اجي اضيف الليست هذه، واش اكتب الليست، ابدا احط قوس مربع، بعدين اكتب العناصر اللي عندي، اي عناصر، 1 2 3 علي، اي نوع من انواع البيانات، واقفله ايش بقوس مربع برضو. اوكي، هذا شرح الكلام اللي هنا. طيب، ممكن 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 اسوي ليست فاضيه امبتي زي ما تعلمنا، مو في زي السترينج. فكنا كنا نسوي سترينج فاضي، مثلا اكتب مثلا اس، هذا اسم السترينج، وحطيت كده علامة تنصيص هنا وعلامة تنصيص هنا، هذا كده البايثون حيفهم انه هذا امبتي سترينج، سترينج فارغ. نفس الشيء عندي انا هنا في ايش، في الليست، مو الشكل العام للليست انها تبدا بقوس واقفلها بقوس. لو انا كتبت كده واسندت لمتغير مثلا ال اسم الليست، هذا كده البايثون حيفهم انه ايش، امبتي ليست. اوكي، هذا مختصر الكلام في سلايد 3 عندكم. زي ما قلنا الامتي ليست ممكن اكتبه كده بقوسين، وما احط فيه شيء، واكتب ايش، زيرو جوتها، نفس الكلام. اوكي، طيب ناتي الان ل تمام، ناتي للسلايد اللي بعده. السلايد اللي بعده يقول لي تمام، هذا سلايد 4. طيب انا لو كانت عندي الليست حجمها كبير جدا، هل يمكن هل يمديني اكتبها في اكثر من سطر؟ عادي، ما مو زي مثلا، مو زي ال مثلا زي السترينج من نوع ليش سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن، هذه اذا كتبتها في سطر واحد لازم اقفلها في نفس السطر حتى لو كانت سنجل كوتيشن. لكن في الليست هنا مختلفه عن السترينج في هذا الامر. تمام، انا اقدر اكتب ان شاء الله مجموعه كبيره من من من, من الليست، ابدا افتحها بقوس واكتب مثلا 1 2 3 4، اي نوع من انواع البيانات تحطها جوه الليست. ان شاء الله لو كان في 50 سطر مو مشكله، اكتب، المهم اني افصل بين كل عنصر وعنصر بفاصله، ولين ما انتهي من الليست اللي ابغاها. ان شاء الله كانت 50 سطر 100 سطر، بعدها اقفلها بقوس، بس اقدر اكتبها على شكل سطور عديده. اوكي، هذه النقطه الرابعه او النقطه الثالثه. طيب النقطة اللي بعدها، فاكرين أمر ال شو اسمه؟ فاكرين أمر الإدخال input، أمر الإدخال، الآن خلص النقطة هذه خلصناها. فاكرين أمر الإدخال input، أمر الإدخال input تمام؟ هذا الأمر اللي اسمه الدالة اللي اسمها input أو الأمر input، هذا يسمح لإيش؟ لليوزر إنه يدخل إيش؟ يدخل أنا أدخل إيش بيانات وتنطبع على الشاشة. أوكي؟ هذا الكلام كان عندنا في السترينج، نفس الشيء ينطبق هنا على ايش؟ على الليست. انا اقدر اسمح للمستخدم انه يدخل ايش؟ ليست، عن طريق ايش؟ عن طريق امر اسميه ايفال، هذا تحفظه ها؟ اقدر اسمح للمستخدم انه يدخل تمام؟ ليست باستخدام الامر ايفال. تمام؟ عن طريق ايش؟ ادمج الايفال مع الانبوت. فاكرين لما كنا نتكلم عن امر ادخال انبوت في شابتر 3، لو جيت انا كتبت انبوت، حطيت الاقواس هذه وكتبت انتر نيم، بعدين جيت كتبت ايج، بعدين انت، بعدين حطيت اقواس وكتبت انبوت انتر ايج، نفس الكلام الان، نفس الكلام عندي في ايش، في الليست. لو ابغى اسمح لليوزر انه يدخل ليست بنفس الطريقة، اكتب ال يساوي واكتب الامر ايفال، بعدين افتح القواس تمام، انبوت هذا امر ادخال من المستخدم، بعدها اكتب انتر ليست، بعدها يعني انت الان افتح البايثون، اكتب ايش هذا الامر، ال يساوي ايفال انبوت
انتر ليست، بعدين اروح السطر الثاني هذا في شاشه الاوامر، بعدين اكتب برنت ال حلو، بعدين اضغط كلمه رن، شاشه الاوتبوت حتجيك الكلام ده انتر ليست، بعدين انتظر من اليوزر انه يدخل ايش الليست اللي يبغاها. فانت تيجي تفتح الاقواس هذه طريقه كتابه الليست، سي مثلا انك كتبت ليست مكون من عنصرين واحد واثنين، لما تقفل الليست تضغط انتر من الكيبورد حيجيك في السطر اللي بعده في الاوتبوت ايش الليست اللي تدخلت ليها واحد اثنين. اوكي اوكي، هذا كلام جدا واضح، يعني جبت الكلام. انا اقدر اسمح للمستخدم، اقدر اسمح للمستخدم يدخل ليست، ركز معايا، اذكرك احنا نعرف انه امر الادخال عندنا اسمه input، لكن هذا الامر يدخل فقط string، فاكر امر الادخال input تمام لما اخذناه بس كان يدخل string زي ما تعلمنا، كان يكتب input بعدين تحط علامة التنصيص تكتب ايش اي string هنا تمام، هذا في السابق. طيب لو انا ابغى ادخل list ايش اسوي؟ قلت لك راح استخدم امر الايفال هذا زي ما تونا شرحنا. اوكي كده انا اقدر اسمح لليوزر انه يدخل ايش ليست. طيب اذكرك كمان لو احنا كنا بندخل انتيجر ايش كنا نسوي؟ نكتب قبل كلمه انبوت انتيجر تمام، واضحه؟ فشوف هذا 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 مثال جدا واضح تمام. لو كتبناه كده، لو كتبت هذا الكلام حطيت ايفال بعدين حيطلع لك لما تضغط رن حيطلع لك الكلام ده انتر ليست، تطلع لك فصل منقوط او نقطتين رئيسيه، بعدها البايثون ينتظر منك انت تدخل ايش ليست. فانت كمثال لو دخلت الليست هذه 5.7.9 وضغط انتر بالكيبورد حتشوف السطر الثاني حيظهر لك الكلام ده ذا ليست از بعدين 5.7.9 هذا هو ايش الليست اللي انت دخلته. اوكي طيب نروح للصفحة اللي بعدها، صفحة سلايد 5 عندنا. طيب في الآن، في الآن بعض العمليات اللي ايش اللي سويناها على السترينج نقدر نطبقها على الليست. اوكي نقدر نطبقها على الليست. طبعا قبل ما نتكلم عن السلايد هذا، هنا ايش بيقول لك؟ الليست تقدر تحط فيه اي نوع من انواع الداتا، انا زي ما قلت لك ما يهمني ايش في جوه الليست، كان انتيجر او مثال فلوتينج بوينت سترينج، حتى اقدر ادخل ليست جوه الليست اهو، شايف اي شيء تبغى تحطه جوه الليست حطه. فعشان كذا الليست صار عملي جدا، عملي في ايش؟ في عند استخدام لغه البرمجه. حلو، اي شيء تبغى تحطه حطه، ما يهمك جوه الليست، انتيجر فلوت سترينج ليست جوه ليست تمام whatever. فلو جيت كتبت الامر هذا عرفت ليست باسم ال، حطيت كذا قلت برنت ال، حط بالي كل الليست هذه واضحه. طيب ناتي للنقطه اللي بعدها اللي هي العمليات اللي ايش ليش ممكن نقدر نسويها في امر الليست. فاكرين العمليات اللي سويناها على السترينج؟ في بعض العمليات مو كلها، بعض العمليات الاوبريشن نقدر نطبقها على الليست زي ما طبقناها على السترينج. فمثال هنا معطيك في سلايد 6 لين والاندكسنج، ما شرح، انا شرحتها في الورق هذا باختصار. اول اوبريشن اقدر استخدمه في الليست هو امر اللين، وهذا شرحناه قبل. امر اللين هذا ايش كان يسوي في السترينج؟ كان يحسب لك ايش تمام، كان يعد لك عدد عناصر الليست في السترينج، على عناصر السترينج. هي نفس الشيء، امر اللين في الليست يعد لك عدد عناصر الليست. مثال لو انا جيت وسميت ليست عندي اسمه اكس وهذه عناصره، بعدين جيت كتبت لك برنت لين اكس، يعني ايش؟ اطبع لي تمام، او سوري يعني اطبع لي ايوه، او برنت اطبع بعدين لين، يعني عد لي عدد عناصر الليست اللي عندي اللي اسمها اكس، عد لي اياها 1 2 3. وانتبه وهذا هنا الليست هذه تعتبر عنصر واحد، ما فهمت؟ عيد، معنى اخر كل عنصر وعنصر يفصل بينهم فاصله زي ما اتفقنا. اذا كل عنصر
تمام، وعنصر وكل عنصر بين العنصر الثاني بينهم فاصلة، هذا يعتبر عنصر كذا لحاله، هذا يعتبر كذا عنصر لحاله، هذا كذا يعتبر عنصر لحاله، هذا كذا لحاله يعتبر عنصر. حلوين؟ يعني مو تيجي تحسب لي والله واحد اثنين ثلاثة بعدين تقول لي هنا لسه هذه أربعة خمسة، لا، هذا كامل كذا لحاله يعتبر عنصر. ليش؟ لأنه يصل بين عنصر وعنصر فاصلة. احنا في تعريفنا الليست قلنا انه هو ايش، يتكون من براكتس بعدين وكوما، الكوما هذه تفصل بين كل عنصر وعنصر. فانت تجي تحسب عدد العناصر باستخدام امر اللين، حيحسب 1 2 3 4 كمثال، حيطبع لك الاوتبوت هنا عدد عناصر 4. طيب برضو هنا يقول لك انا اقدر استخدم الاندكسنج، فاكرين الاندكس؟ تمام، لما اقول لك برنت بعدين اكس واحط لك القوسين هذه واكتب رقمين هنا بداية ونهاية، فاكرينها في السترينج؟ نفس الكلام ينطبق على ايش؟ على الليست. اقدر استخدم الاستعلام، الاستعلام هو الاندكسين هذا. تمام، كمثال لو انا بنفس لو جيت كتبت الامر هذا برنت اكس بعدين قوسين هنا حطيت البداية فاضية والنهاية ثلاثة، احنا قلنا دائما النهاية ما ناخذ، ناخذ اللي قبلها. يعني انا هنا لما قال لي هنا البداية فاضية نبدأ من ايش؟ ايش يعني اندكس؟ يعني انت يعني مؤشر، يعني انت الان تجي في البايثون في ترقيم كذا مو ظاهر لك انت، ما يظهر لك انت، لازم تكون عارف الاختبار لو جاك كذا وكتب لك الاستعلام ذا، انت على طول تطلع عندك للمتغير الوتيفر اللي اعطاك اياه ترقمه، ترقمه من الصفر بعدين 1 2 3 الى ما لا نهايه حسب عدد ايش المتغير اللي عندك او حسب عدد الليست. فالان لما يجي كتبت لك كذا برنت اكس بين قوس حط لك هنا البدايه فاضيه، البدايه خذها زي ما هي يعني حش، تمام، حتطبع البداية بعدين تروح شوف هنا كم قال لك ثلاثة، لا ما حتاخذ ثلاثة، تاخذ اللي قبلها، تاخذ الترتيب الثالث، الترتيب الأول صفر بعدين 1 2 فين الثلاثة هذه؟ صح، لا حتيجي ما حتكتب هذه، حتكتب 5 3.8 اي بي. شايف؟ شايف؟ اوكي. طيب برضو في في برضو نوع اللي هو ايش أو عملية اندكس اند كاونت، اندكس اند كاونت، هذا هذا الأمر اندكس مو اندكس لحاله، اكس دوت اندكس كذا ينكتب. هذا ايش معناته؟ يعني يطالع يروح العنصر، يطلع على العنصر، يروح العنصر يشوف فين مكانه كمؤشر، فين مكانه كمؤشر. أديك مثال الآن، لو أنا عندي هذا الليست جيك كتب لك برنت اكس دوت اندكس، هذا الأمر اكس دوت اندكس كده نكتب اكس دوت اكس، ايش هو؟ اسم المتغير، كان اكس حطيت اكس، كان ال حطيت ال، تمام، دوت اندكس بعدين اعطاني ايش العنصر اللي اسمه اي بي، اروح اشوف مكانه، انا اروح اشوف مكانه كتأشير كترقيم، رقمته انا صفر من بدايه صفر 1 2 اوكي، فين مكانه عند ايش المؤشر كم؟ 2، فاكتب لي 2. إذا أمر x dot index يطلع على العنصر يشوف فين مكانه كمؤشر ويكتب لك إيش رقم التأشيرة تبعه اللي فوقه. واضحة؟ واضحة كمثال هنا. طيب إيش الهرجة في x dot count؟ هنا الأمر هذا x dot count العملية هذه تعد لك عدد مرات ظهور القيمة اللي أحط لك إياها بين قوسين. مثال على نفس إيش؟ على نفس ايش؟ اللس هذه، على نفس اللس هذه، زي كتبت لك برنت اكس دوت كاونت 5، ايش يعني؟ يعني روح شوف، روح عندك شوف في اللس اللي عندك، كم مرة ظهر عندك ايش؟ القيمة هذه 5، فلو تطلع انت عندك كم مرة؟ شوفوا 5 هنا واحدة، في غيرها ما في، خلاص تكتب 1، اوكي؟ واضح الفرق بين اكس دوت اندكس واكس دوت كاونت؟ ان شاء الله الامور واضحة. طيب خلاص خلصنا من ايش النقطة هذه. طيب خلاص حتى شرحنا الاندكسينج والايش والسيليسينج واللين والاندكس والدوت اندكس والدوت كاونت، باقي الان الجمع والضرب. نفس الكلام اللي تكلمناه في السترينج ينطبق على ايش؟ ينطبق على الليست. فاكرين لما كنا نحط علامة جمع بين سترينج ايش معناته؟ ادمج لي الشيء اللي قبل الجمع واللي بعد الجمع. فاكرين لما كنا نكتب مثلا سترينج ونحط مثلا A
زائدا B. لما أضغط run طبعا مع طيبة الأوامر قبلها حكتب لها كده A B، حيدمج لي يلصقهم مع بعض. نفس الشيء هنا في إيش؟ في الليست. فإيش حسوي؟ الجمع يدمج لي إياهم. يعني كمثال أنا قلت لك كررت الأمر البرنت، بعدين حطيت لك أقواس 7 برنت، وكررت لك ليست هنا مكونة من عنصرين 7 8، بعدين حط بينهم جمع، بعدين حط ليست ثانية مكونة من 3 4 5. لما أضغط رن أمر الطباعة ذا، شوف إيش حسوي، شوف إيش حسوي، حيفتح قوس واحد ويحط اكتب لي عناصر كاملة، ادمج لي إياها، دمج لي 7 والثمانية ودمج لي 3 4 5، فصاروا كأنهم ليست واحدة. دمج لهم إياه ولصقهم مع بعض. تمام؟ واضحة؟ طيب. طيب الضرب نفس الكلام، في الضرب كنا قلنا لك يكرر لي عدد ايش؟ السترينج. هي نفس الشيء يكرر لي الليست. أنا عندي مثلا عندي الليست هذه برنت 5 9. بعدين كررت بعدها ضرب 3. إيش معنى الكلام ده؟ حيروح يكرر 5 9 ثلاث مرات، شوف 5 9 5 9 5 9. واضحة؟ أتوقع الأمور جدا واضحة الآن. طيب هنا هذه الأمثلة شوفوا، دمج لي 7 8 3 4 5، ضرب كرر لي 7 8 7 8 7 8، وانتبه تكون في لسته واحده، مو انك تكتب 7 8 بعين فاصله، لا كلها في لسته واحده، بدايه لها قوس ونهايه لها قوس. طيب هنا اكتب لك 0 بعدين ضرب 5، يعني كرر لي الصفر 5 مرات، شوف كده، مو شوف انا كاتب لك خطا، ما تكتب كده، كده خطا. اوكي طيب هوقف هنا في الفيديو هذا، الجزء الاول من الليست، حكمل الفيديو اللي بعده. انا ما حطول الفيديوهات 20 دقيقه الى 50 دقيقه كل فيديو، مو مشكله الفيديوهات تكثر على كل شابتر، لكن مهم انك ايش تاخذ الزبد في ملخص كده في 20 دقيقه.